السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء بالصف السابع اليوم إن شاء الله رح نبدأ بوحدتنا الجديدة الإحصاء علم الإحصاء كتير مهم في حياتنا بيهتم في جمع البيانات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها عشان نوصل لنتائج بتساعدنا في اتخاذ قرارات سليمة في ظل التحليل اللي احنا وصلنا له الان في عندنا مقاييس احصائية تستخدم لوصف البيانات الكمية البيانات الكمية يعني بيانات عددية تعطى كاعداد من هاي المقاييس ما يسمى مقاييس النزعة المركزية الان من مقاييس النزعة المركزية المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال رح نستعرض كل منها على حدة طبعا الافكار اللي مذكورة في هذا الفيديو هي المطالبة المطالب من فيها انت كطالب فقط فقط الأفكار المذكورة خلال الفيديو الآن خلينا نستعرض بداية أول إيه واحد من مقاييس النزعة المركزية اللي هو المتوسط الحسابي خلينا نشوف مع بعض المثال اللي موجود في الكتاب المدرسي المثال بيحكي لنا الجدول الآتي يبين قيمة الصدقات اليومية التي تقدمها الطالبة منى لصندوق الطالب الفقير لاحظوا أنه في قيم بتتصدق فيها هاي الطالبه خلال الخمس ايام، هاي القيم مذكوره بالقروش باليوم الاول والثاني والثالث الى اخره، الان طالب مني جد المتوسط الحسابي لقيمه الصدقات. المتوسط الحسابي هو عباره عن قيمه بتتجمع حولها هاي القيم جميعها، كيف بحسبه؟ المتوسط الحسابي هو عباره عن مجموع هاي القيم اللي موجوده عندي مجموع القيم جميع القيم حتى لو كان في تكرار على عددها على يعني تقسيم يعني مجموع القيم تقسيم عددها ممكن أستخدمه بالرموز بإني أرمز للمتوسط الحسابي بسين داش بساوي مجموع القيم القيم سين في عنا رمز رياضي اللي هو مجموع هذا الرمز الرياضي يسمى مجموع مجموع سين على عددها عددها رمزها نون الآن بدي أبدأ أحسب المتوسط الحسابي للمثال المذكور عندي مجموع القيم القيم هاي الموجودة عندي اللي هي 15 زائد 5 زائد 10 زائد 15 زائد 5 لاحظوا جميع القيم حتى لو كان فيها تكرار على عددها نعدها 1 2 3 4 5 5 قيم. بجمع هاي القيم عادي جمع عادي خمسين على خمسة، خمسين على خمسة هو عبارة عن عشر قروش، إذا المتوسط الحسابي لهذه المسألة هو عبارة عن عشرة، وبهي الطريقة البسيطة أنا بقدر أحسب المتوسط الحسابي لأي مسألة. إذا المتوسط الحسابي هو عبارة عن مجموع القيم على عددها. س داش بتساوي مجموع س على ن سواء بهذه الطريقه كتبنا القانون او باستخدام الرموز ما في خلاف خلينا نشوف الان تدريب واحد بصفحه 128 بيحكي لنا اذا كانت اعمار موظفي احدى الشركات على النحو الآتي معطينا قيم يعني هاي بيانات كمية أو بيانات عددية طالب مني أجد المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي هو مجموع القيم على عددها إذا س داش بيساوي مجموع القيم القيم اللي عندي 42 زائد 40 زائد 35 زائد 32 زائد 28 زائد 28, زائد 28 على عددها نعدها 1 2 3 4 5 6 قيم الآن مجموع هاي القيم هو عبارة عن 205 على 6 ويساوي تقريبا هو 34 و17 بالمئة إذا هاي قيمة تقريبية طبعا إحنا بنقدر نقدر لأقرب منزلة عشرية أو منزلتين بالكتير أي متوسط حسابي عندي بهاي الطريقة أنا قدرت أحسب المتوسط الحسابي تدريب تنين وثلاث هو و واربعه هو واجب معكم بنفس فكره تدريب واحد. الان نشوف تدريب خمسه بصفحه 130، بقولنا: قام احد الباحثين بتسجيل اوزان اطفال حديثي الولاده في احدى المستشفيات ونظمها في الجدول الاتي: الوزن عندي بالكيلوغرام وعدد الاطفال. خليني اشرح او اوضح هذا الجدول اللي موجود عندي. الان الوزن ثلاثه هي قيمة عددية اتكررت مرة واحدة ليه؟ لأنه عدد الأطفال اللي وزنه ثلاث هو طفل واحد الآن ثلاثة وأربعة بالعشرة هو ثلاث أطفال إذا في عندي ثلاث قيم عددية ثلاثة وأربعة بالعشرة يعني أنا بدل ما أكرر ثلاثة وأربعة بالعشرة ثلاث مرات أنا كتبت بس عدد تكرارها ثلاثة ونص أربع أطفال ثلاثة وسبعة بالعشرة طفلين الآن كيف بدي أحسب الـ الـ المتوسط الحسابي لأوزان هدول الأطفال. المتوسط الحسابي عندي هون هو عبارة كالعادة مجموع القيم على عددها الآن القيم اللي عندي في عندي ثلاث ثلاث كم مرة؟ مرة واحدة إذا أنا لما بدي أجمع بدي أجمع الثلاثة مرة واحدة لكن الثلاثة وأربعة بالعشرة هي مكررة ثلاث مرات يعني بدي أحط زائد ثلاثة وأربعة بالعشرة زائد تلاتة وأربعة بالعشرة زائد ثلاثة وأربعة بالعشرة بدل ما أكررها ثلاث مرات إحنا بنعرف إنه الضرب بغني عن الجمع التكراري فأنا الثلاثة عندي مكررة مرة واحدة زائد التلاتة وأربعة بالعشرة مكررة ثلاث مرات، بدل ما أجمعها ثلاث مرات بضربها في ثلاث. نفس الشيء بالنسبة للثلاثة ونص، بدل ما أكرر زائد ثلاثة ونص أربع مرات، بضرب بأربعة، يعني كأني جمعتها أربع مرات. زائد الثلاثة والسبعة بالعشرة مرتين، بدل ما إني أكررها مرتين بضرب في اثنين، الآن على عددها، عدد القيم، الآن عدد القيم بما إنه في عندي هون طفل واحد، هون في عندي ثلاث. يعني في صاروا مو قيمتين، لا هم أربع قيم. تمام؟ إذا واحد وتلات، أيضا التلات ونص عندي أربعة، إذا هي عندي أربع قيم إضافية، إذا صاروا كم؟ تمانية. بالإضافة للتنين صاروا عندنا عشر قيم. إذا عدد الأطفال هم عبارة عن عدد القيم. الآن ببدأ أحسب المتوسط الحسابي بالعمليات الحسابية الموجودة عندي نعرف أنه الأولوية للضرب 3 زائد 3 في 1 3 3 و 4 بالعشرة في 3 هو عبارة عن 10 و 2 بالعشرة زائد 3 ونص ضرب 4 هي عبارة عن 14 صحيح زائد 3 و 7 بالعشرة ضرب 2 هي عبارة عن 7 و 4 بالعشرة نعرف إحنا بضرب الكسور العشرية منشيل الفاصلة بعد ما نخلص الضرب بنضيف الفاصلة بالنهايه على بجمع 1 3 4 2 10 ويساوي الان بدي اجمع القيم اللي عندي مجموعه عباره عن 34 و6 بالعشره على 10 ويساوي 3 صحيح و46 كيلو جرام هذا هو المتوسط الحسابي اي ان اوزان الاطفال هدول بتراوحوا حوالين 3 صحيح و46% الآن بالإضافة لتدريب تنين وثلاثة وأربعة واجب معنا أيضا نضيف عليه تدريب ستة واجب معكم نفس فكرة تدريب خمسة الآن نشوف الفرع الثاني من مقاييس النزعه المركزيه اللي هو الوسيط. الوسيط هو عباره عن العدد الذي يتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعديا او تنازليا، يعني لازم، لاحظوا بالمتوسط ما اشترطت اي شيء، لكن بالوسيط لازم ارتب القيم تصاعدي او تنازلي، اذا اول خطوه هي رتب تصاعدي او تنازلي. انا بدي اعتمد الترتيب التصاعدي، طبعا انت حر ممكن تعتمد التنازلي، بعطينا نفس النتيجه. الآن الآن إذا كان عدد القيم فردي فهناك قيمة تتوسطها إذا العدد الأوسط هو عبارة عن الوسيط بعد ترتيبها طبعا تصاعد وتنازلي إذا كان عدد القيم فردي العدد اللي بتوسطها هو الوسيط لكن إذا كان عددها زوجي إذا كان عددها زوجي فإن المتوسط الحسابي للعددين الأوسطين هو عبارة عن الوسيط طبعاً كيف أنا بدي أعرفه؟ بدي أعرفه حسب ترتيبه ترتيبه الأول الثاني الثالث الرابع شو بكون ترتيبه؟ الآن في حالتين إذا كان عددها فردي وإذا كان عددها عدد القيم زوجي حكينا إذا كان فردي في قيمة بتتوسط مين هاي القيمة اللي بتتوسط؟ بجمع عدد القيم زائد واحد على اثنين بعد القيم بضيف لها واحد وبقسمها على اثنين الترتيب هذا مين الترتيب مثلا طلع خمسة الخامس هو عبارة عن الوسيط إذا كان زوجي إحنا حكينا فيه عددين بتوسطه بحسب المتوسط الحسابي شو يعني المتوسط الحسابي بجمعهم بقسم على اثنين مين هم بشوف عدد القيم بقسمه على اثنين العدد الثاني اللي بعده على طول يعني عدد القيم على اثنين بتزيد له واحد ترتيبه بكون اللي بعده على اثنين نشوف هذا الكلام من خلال تدريب واحد اللي موجود عندنا بصفحة مية وستة وثلاثين خليني أشوف جد الوسيط للقيم الآتي إحنا اشترطنا أول شيء بدي أرتب القيم تصاعدي أو تنازلي خلينا نرتبها تصاعدي أصغر قيمة عندي اللي هي 28 تليها 33 ثم 38 طبعا أنت بإمكانك تشوف القيمة الأصغر وتشطبها عشان تعرف أنك أنت رتبتها الآن بعدين 42

أكبر قيمة موجودة عندنا 82 خليني أشوف عدد القيم فردي أم زوجي عدد القيم فردي أم زوجي خلينا نشوف 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 قيمة إذا عددها فردي إذا في قيمة بتتوسط هذا بشكل مباشر على طول كيف بعرف؟ حكينا بنحكي 11 زائد 1 نرجع لهاي له على 2 بيساوي 12 على 2 6 يعني العدد السادس اللي موجود هون هو عباره عن الوسيط نشوف 1 2 3 4 5 6 اللي هي مين الـ 45 اذا هاي عباره عن الوسيط طبعا في طريقه ثانيه اسهل لك كيف نعمل بعد ما رتبناها تصاعدي شو بنعمل بنصير نلغي قيمه من هون وقيمه من هون قيمه من هون وقيمه من هون يعني قيمة من البداية وقيمة من النهاية قيمة من البداية وقيمة من النهاية إلى أن نتوصل لقيمة لحالها هذا ليه؟ لأنه عدد القيم فردي بشكل مباشر على طول القيمة السادسة كانت هي الوسيط هيها الخمسة وأربعين وهذا هو الجواب بينما بالفرع الثاني بده ايانا ايضا نحسب الوسيط، كيف بحسب الوسيط؟ مم. لازم اول خطوة نرتب القيم تصاعدي او تنازلي، اصغر قيمة عندنا اللي هي 98 زي ما قلنا عشان نعرف نرتب إيه بنحذف القيمة اللي رتبنا عشان نتأكد انه احنا رتبنا القيم جميعها، بعدين مية بعدين مية بعدين مية ثم ميه واربعه 125 ميه واربعه ميه وخمسه ميه 129 أكبر قيمة عندي هي 132 وبرجع بكرر إنه أنت ممكن ترتب تنازل اللي رح يكون معك نفس النتيجة. الآن نعد القيم نشوفها فردية أم زوجية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عددها زوجي إذا ما في قيمة مباشرة بتتوسط هاي الأعداد في قيمتين في عددين أوسطين كيف بعرفهم يا إما بهاي الطريقة بإني أقسم عشرة على اثنين خمسة يعني الخامس أكيد البعدي مين السادس بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الخامس والسادس هاي هدول أو زي ما قلت لكم بنشطب من البداية ومن النهاية إلى أن يتبقى قيمتين في الوسط الآن كيف بدي أحسب هاي الوسيط في هاي الحالة؟ الوسيط هو عبارة عن المتوسط الحسابي لهدول العددين الأوسطين شو يعني متوسط حسابي؟ بإني أجمعهم وأقسم على عددهم كم عددهم؟ اثنين اللي هو بطلع الناتج 124 هذا هو عبارة عن الوسيط بهيك أنا بكون حليت التدريب الموجود عندي في الكتاب بتبقى معنا تدريب تنين وثلاث واجب معك يا طالب العزيز الآن الفرع الثالث من مقاييس النزعة المركزية اللي هو المنوال المنوال كتير بسيط المنوال هو عبارة عن القيمة الأكثر تكرارا فقط القيمة الأكثر تكرارا كيف بحسبه؟ خليني أرجع لتدريب واحد اللي إحنا حسبنا فيه الوسيط أشوف في المنوال القيمة اللي بأكثر وحدة بتتكرر هي عبارة عن المنوال، شوفوا لي هون بالفرع الأول مين القيمة؟ ال 28 تكررت مرة، لاحظوا إنه التد... الترتيب بساعدنا، بس إذا ما رتبنا عادي بنعد كم مرة تكرر، ال 33 مرة، ال 38 مرة، 42 مرة، لكن ال 45 تكررت مرتين، إذا المنوال بهذا الفرع ولو كملنا طبعا ال 54 55 كلياتها مرة مرة، ما عدا ال 45، إذا المنوال 45. بهذا الفرع تمام الآن نشوف الفرع الثاني الفرع الثاني أيضا كلياته بتكرر مرة ما عدا 124 هو عبارة عن المنوال بساوي 124 طبعا هنا صدفة إنه الوسيط نفسه المنوال لكن مش شرط انه الوسيط يكون نفسه المنوال هو بس القيمه الاكثر تكرارا الوسيط القيمه اللي بتتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعدي او تنازلي لكن المنوال القيمه الاكثر تكرارا اذا بشوف اني قيمه تكررت معي بالقيم الموجوده اكثر من غيرها هي عباره عن المنوال بدي احكي ملاحظه انه في احيانا مثال عليها مثلا اخذنا 25 13 4 6 30 الان ال25 مكرره مره 13 مره 4 مره 6 مره 30 مره مين اللي تكررت اكثر من غيرها ما في اذا هذا المثال ليس له منوال اذا في عباره في عندنا قيم ما بيكون لها منوال كلياتها بتكون نفس التكرار طيب ممكن يكون اكثر من منوال خلينا نشوف 28 14 0 ثمانية وعشرين تلاتة صفر ستة وستين الآن لو إجينا هون نلاحظ التمانية وعشرين اتكررت مرتين والصفر اتكررت مرتين إذا له منوالين المنوال الأول تمانية وعشرين والثاني صفر المنوال الأول تمانية وعشرين والثاني صفر وبهيك أنهيت كل الأفكار المطلوبة منكم بهاي الوحدة الداخلة معنا بالإمتحان النهائي ويعطيكم ألف عافية دمتم سالمين رمضان كريم عليكم جميعا